Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف السومي، رئيس جمعية السومي ماستر لبناء الجسم والفيتنس. كنتواجد معكم في قاعة بيلير الرياضية لصاحبها السيد عبد الهادي المهراوي، والمناسبة إقصائيات بطولة المغرب فئة بناء الجسم الخاص بعصبة الدار البيضاء الكبرى. اولا كنتمنى الشفاء العاجل للسيد خالد الراحي، رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لبناء الجسم والفيتنس لاصابته بوباء كورونا، وكذلك كنتمنى الشفاء العاجل للسيد محمد العمراني، رئيس عصبه الشمال الشرقي لبناء الجسم والفيتنس. فيما يخص هذه المباراه، كانت اجواء جيده، ابطال في المستوى، يعني صراحة كنت تكون مباشرة، ولكن لظروف هذا الوباء كانت عن بعد. جمعية جاو مثلوا اختيار منتخب عصبة الدار البيضاء، كنشكرهم على الحضور ديالهم، وكنشكر الجامعة الملكية المغربية لبناء الجسم والفيتنس على هذه الالتفاتة وتنظيم هذه التظاهرات لتحفيز الأبطال، وهي فكرة محمودة، وكنشكرهم بالمناسبة. وكنشكر كذلك رئيس عصبة الدار البيضاء كبرى لبناء الجسم والفيتنس السيد حسن حجي على المجهودات الجبارة اللي كيقدمها، التضحيات ديالو اللي كيقدمها لأسرة بناء الجسم والفيتنس. وشكرا، ونضرب موعد في مناسبة قادمة إن شاء الله. معكم مهراوي عبد الهادي، رئيس الفيدرالية الوطنية للقاعات الرياضية والمدربين. اولا اود ان اشكر الجامعه الملكيه المغربيه لبناء الجسم والفيتنس على راسها عصبه الدار البيضاء الكبرى لبناء الجسم والفيتنس في شخصها السيد حسن حجي، وكذلك الشكر موصول للاخوان اللي جاوا من مدينه المحمديه وازروا حتى اللعيبه يعني ديال مدينه الدار البيضاء، والشكر موصول لجمعيه الصوبي اللي كيمدنتها هو بالابطال. وكنطلب الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء هذا باش تكون التظاهرات القادمه تكون احسن. اليوم ان شاء الله تظاهره هي عن بعد لنهائي الاقصائيات يعني بطوله المغرب عن بعد. كنتواجدوا في جمعيه بيلير الرياضيه، وكنتمنى الله الشفاء العاجل لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه لبناء الجسم والفيتنس السيد خالد الرحيم، وكنتمنى التوفيق لجميع الابطال المغاربه، وكنتمنى الشفاء العاجل لسيد العصبه فاس تافيلات السيد العمراني، كذلك اللي وصلنا النبأ ديالو انه تصاب بفيروس كورونا، هذا المرض الخبيث هذا، كنتمنوا ليه هو الشفاء العاجل. وكنشكر الاخوان اللي حضروا معنا كلهم في هذه الجمعيه ديال بيرير، وعطاوا واحد الرونق واحد الاحياء، وشكرا لكم. السلام عليكم، معكم طيف رئيس جمعيه نادي الامراء المحمديه. بصراحه كنشكروا العصبه على المجهودات ديالها والتشجيع ديال الابطال في ظل هذه الجائحه ديال كورونا، اللي كنتمنوا من الله انها تزول باذن الله، ونتمنوا من الله ان تشجيع الابطال يستمر باذن الله، باش يكونوا عندنا ابطال في المستوى اللي غادي ان شاء الله يمثلوا المغرب ويكونوا في احسن تمثيل ان شاء الله بعد ما تزال هذه الجائحه باذن الله. وشكرا. محمد رفيق من جمعيه العليا الرياضيه المحمديه لبناء الجسم. اولا وبادئا اشكر عصبه بناء الجسم والفيتنس للدار البيضاء الكبرى على تنظيم هذه التظاهره، وهي بطوله المغرب في فئه بناء الجسم. وكذلك اشكر الجامعه الملكيه لبناء الجسم والفيتنس على تنظيم هذه التظاهره عن بعد، كما اشكر الابطال الذين استعدوا لهذه البطوله رغم الجائحه، وكذلك الحضور للعصبه وكذلك الجامعه في هذه الجائحة. وكذلك أود أن أشكر عن الذي ساهم عن بعد وعن قرب في إنجاح هذه التظاهرة، كما أريد من الأبطال أن يمثلوا المغرب
في هذه البطولة على أحسن وجه، وكذلك في البطولات الجهوية والقارية والعالمية. وشكرا. إذا عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.